أهلين ماهر. وينك لك مروة؟ ما بدك تشوفي شلون صارت الشقة؟ هلا ما فيني هلا. خير؟ ليش؟ صاير عنا مشكلة بالبيت. اوف، مشكلة شو؟ شو يلي صار؟ صارت ومشي الحال، وقت اللي دقيت لك امبارح وما رديت علي كنت كثير بحاجة إلك. لك ما كنت قدران رد لأنه هيام كانت قاعدة جنبي. ولو كانت قاعدة جنبك كان فيك تدبر الموضوع. ولك كيف بدي دبر الموضوع وهي شاكة بعلاقتي معك؟ هيام شاكة؟ لك كان ليش أصرت إنك تتركي المحل؟ هي اللي أصرت؟ يعني مو وسيم. ولك أنا وسيم أنت الثانية. لك هلا شو هاللفة لحتى نشتري الشقة؟ ما قلتي لي، شو المشكلة اللي صايرة عنكم؟ خلص بس شوفك بخبرك. لك شو بس تشوفيني؟ هلا لأنه ما عاد في مجال، أنا كملت لها حق الشقة للمخلوقة وأخذت منها المفاتيح. بعدين مشان معاملة القرض لازم تنزلي مع الكفلة، شو الشغلة هيك؟ طب خلص بحاكيك. مع السلامة.